السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل المناضل محمد أحمد الزبادي أبو الوليد، وهذا الجزء هو الجزء 17 من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، نسألك عن المراكب، مراكب الصيد مثلا، أو مراكب أو يعني الشخاتير، كانت تصنع في المدينة ولا كنت تشتروها من خارج المدينة؟ لا، هذه كانت تصنع في المدينة. كان في الميناء مكان خاص بعد البوندد، بعد مخازن البرتقال، يعني البوندد في بنايات بسموها البوندد، هذه كانت يعني تحطوا هاي صناديق البرتقال مجهزة وخاصة مشان شحن رأسها للبوابير في وقت ما تيجي السفينة. فهذه خارجها من الجهة الجنوب كان في معد محل، يعني مكان خاص لهدول اللي بصنعوا الجرومة اللي بتنقل صناديق البرتقال للسفن. كان هذا يسموه جرم يعني كبير. في أربعة بحرية بمقاديف، مرات يكون في ثلاث مقاديف، يعني كل اثنين ستة كلهم مع بعض يشتغلوا، يعني ويسحبوا الجرم يحطوا فيه حوالي 100 صندوق، 80 صندوق برتقال يتسع إلى هكذا. فهدول كان مختصين بصناعة الجرم، يحطوا على سقايل هيك. مريت كتير، كنت أمر من هناك أشوفهم يعني يجهزوا الجرم هذا. وأيضا الفلايت نفس الشيء. وفي حسكات، يعني حسكة عبارة عن يعني جسم معمول من هذا، من قلبه فاضي، ومن تحت يكون هيك مجوف، ومن فوقه ملس يقدر الواحد يقعد عليه. هذا كان يستعمل الحسكات هذولا، يعني زي واحد مثلا بحب يسبح، وبيروح بياخد حسكة. في ناس كانوا يأجروهم هذول الحسكات، ومرات يكون إله هو صاحب الحسكة، يكون ساكن على البحر أو ساكن هذا إله محل يقدر يحط فيها، يركب عليها ويمشي في البحر بدون ما لقلهاش جوف، ما لقلهاش يعني بطن يخس فيه. هي عبارة عن هيك يقعد عليه ويعمل لحاله، أو اثنين يقعدوا من تحت في هواء يعني مجوفة. والفلايك هدول على مقاييس لصيادين السمك، مدهونين مرتبين معمولين مش للشحن وحط هذا، يروح اثنين بحرية أو ثلاثة أو واحد حسب الوضع. يعني إذا كان تاجر يعني صياد سمك وخصوصي عمله يعني هذا، بيكون مختص للشغلة هذه، إنه عدته وصنانيره وكذا لآخره، يدخل في البحر هناك وفي أماكن معروفة إلهم إنه هذه فيها خير، ينزل صنارته، ولما تغمز الصنارة يسحب هذا يأخذ حط. هذه الفلاية كانت تصنع بالبلد، فلايك وجرومة هذا هو. طبعاً عربيات الخيل وعجلات العربيات وين كانت تصنع؟ برضو هدول كانوا اللي بيصنع بالشارع الدرهلي، هدول الأرمن كانوا يشتغلوا الشغلة هذه، العجلات يجيب العجل هيك ويحط عليه أول طوق حديد مشان ما ينهراش، وأصابع ومن جوا يعني مشان يركب في المركبة تمشي عليه. العجلة. وبعدين صار قضية إنه بدال ما يحط الحديد مشان ما يطلعش صوت، يحطوا مجوف ترقوا ويحطوا في قلبه كاوتشوك، من كاوتشوك الكاوتشوكات البهريين اللي هذا يعبلوهم يعبوهم في قلبه وتمشي، يمشي الحنطور عليها بدون صوت.
طب عمي كان في مخرطة في المدينة؟ مخارط يعني برضه المخارط في المحادد طبعا، في مخارط طبعا، كل محدده مجهزه في المخرطه والمبرد وكل اجهزه المحدده ما يلزمها من الاشياء هذه، مخرطه ومحدده وكور لل يعني اذا بده يلين الحديد، يلين حديد ويعمل منه اشياء معينه وكذا لاخره، او يصهر طبعا في كور كان يحط فيه فحم وهذا مع الهواء ينفخ على الكور ويطلع النار خضراء، تدوب تسيح الحديد تصير الحديد احمر، فيحطه على سنديان حديدي برضه كمان تحطه عليه ويطرق في المطرقه تبعه ويهيئه زي ما بده اياه. يعني هلا هذا اللي حكيناه احنا الاتباع العجلي، هذا طبعا يكون اساسه عمود حديد او كذا لاخره، يحطه بالهذا ويضل يطرق فيه لما يصير على الرق اللي بده اياه وعلى الطول اللي بده اياه وكذا لاخره، وبعدين يحطه على ويلحمه. يعني كانت كل محدده مهيئه بهالشكل هذا للاشياء هذه. طب حجي يعني الحسيم لما كانوا الناس يحسموا سكة الحراثة عند هؤلاء الحدادين ولا في مكان محدد للحسيم؟ للإيه؟ حسيم لما تنحسم ال يعني تخرط الحديد أو تقصه؟ لا أنا قصدي عمي المحراث الحديدي. المحراث؟ إيه الحديدي. كله سكر. نفس المحدد مضطر ما بيصيرش يبعته لمحل تاني إلا يكون هو مختص للشغلة هذه. بيرجع يحسموا عنده؟ نعم يحسمه لما بده يحسم، بده يحسم الحديد. نعم عند الحداد كله هو المحددي. كلمة محددي هذه كلمة مطلقة وشاملة، يعني لا يكون هناك، لأنه أنا بوصلت لك المحددي لأنه صاحبي كان عنده محددي. مين هو صاحبي؟ كنت أروح أشوف محمد صالح عطية اللي أنا قلت لك عنه، وحول محددته إلى مطحنة قمح. كان عنده محددي، كان عنده موتسيك صنبيم. شو هذا المسك؟ نعم شو هو الموتسيك بس بتصير الموتوسايكل يعني اللي الموتور اللي كان ناري يعني ناري ناري موتوسايكل صنبيم كان وعنده محاسب وعنده كل شيء محدد، كل حاجه قائمه ما فيش يقدر يعني اي شيء يعمل لك اياه، حتى خراطه وسكب يعني يسكب إشي إذا كان هذا يعني أعطيته لنفرض موتور سيارة بده تهيئة، ممكن يخرط مخرطة تخرط زي ما بده على القياس وعلى شو اسمه. طب عمي مجلخ سكاكين، مجلخ سكاكين. نعم هذول كانوا متجولين. متجولين يعني مجلخ سكاكين، مسن سكاكين كذا لاخره. نعم يعني بقدرش اذكر لك اسم انه هذا بقول لك. نعم او مختص ببيع السكاكين كان بسوق الدير اكثر محلاتهم. لكن ما كانش الواحد يروح يكلف نفسه مشان يروح يسن سكينه يروح يدور على الدكان تبع بسن السكاكين، فدائما بسن السكاكين كانوا لحد هلا معه حملها على كتفه وماشي وبقول بعمل هيك، وحجر مي معه وحجر زيت ويسن السكين بعشر دقائق ربع ساعة اعطيك اياها. طب حجي كان في ميكانيست؟ كان ميكانيست ميكانيكي. نعم طبعا جراجات كان فيه. لمين هذه الجراجات عمي؟ مين اشهرهم يعني؟ في جراج كان لبامية طبعا، هذا مختص لسياراته الخاصة. نعم لأنه هدول الجراجات الكبيرة أصحاب الجراجات النقل والهذا كان يكون ميكانيكي وجراجه وكل إشي عنده، ما يروحش يجيب ميكانيكي من برا فكانوا ميكانيكي مساعد ميكانيكي وميكانيكي إلى آخره، يصلح السيارة ويركب السيارة وكل شيء. فجراجات، في جراجات كانت يعني خاصة بس
لأنه كان السيارات مش كتير منتشرة، فكان في خان السدري في جراج يعني هناك ممكن تروح تنزل سيارتك ويصلح لك إياها ويعمل لك إياها، أو تطلب لك واحد يصلحها بيطلع معك ويصلح السيارة في خان السدري وشارع الحبوب. نعم عمي، كان في عندكم ناس تحذي الخيل؟ آه برضه الحدين الخيل كمان برضه بخان السدري، كان هذا خان السدري يعني له بوابة كبيرة وله حوش كبير تحت. نعم. وفي جراج يعني واحد مسؤول عن الجراج للسيارات اللي بده يركن سيارته أو بده يطلع سيارة لمحل فلان يستأجر أو كذا لآخره يتركات. وفي محل مثلاً لميكانيكي بده يصلح سيارته أو كذا لآخره عنده. وإيش كمان السؤال كان الثاني غير الميكانيكي؟ هو الميكانيكي حاجة. آه ميكانيكي، قلنا إنه في ميكانيكي وكراج يعني كله تلاقيه بمحل واحد. وحكينا عن اللي بيحضر الخيل. بيحضر الخيل كمان بطار بسموه، كان بطار عنده كمان هناك في بطار، لأن هذا مش كتير مطلوب. فكان ده يعني تروح يا بدك صيح سيارتك يا بدك تحدي حصانك يا بغل أو حمار، كانوا كمان يركن حماره يعني اللي جاي القروي أو جاي بضاعته سلع من برا وهذا يركن حماره هناك، فإذا بده حدوة يحدي له إياه. فاستمد في كان يعني خصوصي كمان طاع الحناطير يعني هذول كان عندهم خيل برضه يروح عندهم على البطار هنا، وكانت اثنين أو ثلاثة مع بعض فتحين. طيب يعني مش في كل محل في بطار. عمي حضرتك ذكرت برضه عن الخانات. نعم. كان في خان الأكحل. آه الأكحل وغيره حجي الله، هذا أشهرهم. نعم هذا اللي بعرف إنه مظبوط كان يعني هذا المعتمد. نعم أشهرهم، أما إذا كان في واحد يعني براني ما كنت أعرف، بس هذا كنت أعرف مظبوط الأكحل. نعم عمي، كان في المدينة وكان يعني عنده إجره أعطيه لي. نعم يمشي بعرفه يعني وشاطر كتير، كان كل الأسلحة كان يقدر يصلحها، الفرودة الخرطوش الممنوع أو المرخصة. هذا بقرب لتمام الأكحل؟ نعم قريبها لتمام الأكحل. آه معلوم من العيلة هذا، يمكن يا ابن عمها يا نعم يا عمها دار الأكحل مشهورين في يافا. عمي في مدينة يافا كان عندهم خان كمان للدواب مشهورين يعني عيلة مشهورة. هو الوحيد كان يصلح الأسلحة؟ نعم هو الوحيد اللي كان بيصلح الأسلحة ولا في حد غيره؟ لا طبعا في مساعدين له، بس هو اللي كان مشرف على المحل وله محله. انا قصدي في محلات اخرى لتصليح الاسلحه او لبيع السلاح. مش بتذكر لانه الحكومه مش ممكن تعطي لكثير ناس. نعم فاكثر واحد كان يعني موثق فيه هو. عمي كان في المدينه حمام سوق؟ حمامات حمامات بسموه حمام تركي او نعم نعم في كان حمامات بالبلد القديمه، كان في حمامات. لمين هذا الحمام عمي كان؟ والله يعني مش عارف صابه يعني مين اللي، بس كنا عائلات تكون مع عائلات القديمه اللي بالبلد كان عندهم حمام اكثريته للنسوان. للنساء؟ للنساء مشان تكون عروس او كذا لاخره. موجود منه هلا على نمطه موجود في الشام. صحيح هذا نفس الترتيب ونفس النظام ونفس هذا كان موجود فيه. اعتقد انه كان في حمامين بس. تتذكر في البلد القديمه تتذكر اسماء هذه الحمامات؟ لا والله مش متذكر، اما كان فيها الحمامات الموجوده يعني كانت للنساء وللرجال كمان، بوقت الرجال في وقت للنساء يعني يا مخصص بعد الظهر يا صباحا إلى آخره. طيب عمي مطابع
كتب وما شابه ذلك موجود مطبعة في مكتبة السعيد هذا؟ لا مطبعة عمي. تطبع مطبعة. كتب مطبعة كتب؟ نعم أظن عيسى السفري كان عنده مطبعة. عيسى السفري أعتقد أنه كان عنده مطبعة، وبعدين الجرائد كلهم كان عندهم مطامع يطبعوا جرائدهم ويطبعوا عندهم كتب أثناء فضاوة المطبعة. عم استخدمت الفخار؟ الفخار نعم كنا نستعمل الفخار، لكن ما فيش عندنا فواخير، كان الفواخير في الرملة، لأنه الفخار بلزموا الترابية اللي صالحة لصناعة الفخار. نعم. فإحنا كانت تراب يافا كليته صالح لزراعة الخضار وزراعة البرتقال، أرض حمراء. نعم. فالفخار له تربة خاصة كانت أكتريت موجودة في الرملة، كان الفواخير. طب المي لما كانت يعني كانت تصل البيوت كان في خزانات ولا كان في فخار عميد تخزين المياه؟ كان بفخار ولا ب لا كان في طلع الألمنيوم وصار يخزنه في الألمنيوم، وفي خزانات أسمنتية. خزانات أسمنتية؟ طب هذه الخزانات كانت وين تصنع عمي؟ نعم وين كانت تصنع هذه الخزانات؟ يعني أعتقد أنه كان هوجو هذا يعني مختص بهالشغلات هذه، لأنه هذه صراع بتكون معمل كبير يعني يقدر يعمل الأشياء هذه. طب أيضا ما استخدمتوش عمي ال نعم ما استخدمتوش الفخار يعني لغايات الزير يعني نعم زير نعم فخار كله كان يستوردوه من الرملة هذه. طب كان في حدا مشهور في استيراد هذا والله الفخار؟ ما شفتش واحد يعني كان فاتح محل بيع فخار، مش متذكر انه شفت واحد يعني مختص يبيع زير ويبيع هذا. يعني كان الدكاكين بقليل، يبقى حاطط عنده مثلا اربع ابري ثلاث ابري اربع زيار كذا لاخره مع جمله البضاعه اللي موجوده عنده. يعني مش فاتح محل زي اليوم، لانه ما كانش الاستعمالات على الفخار مثل اليوم يعني زير. لانه هلا متى انا بالبيت ايش بدي فيه الفخار ما دام عندي ثلاجه مثلا وعندي كذا لاخره. كان الابريء والشربات يتفاخر فيها نحطها بالهذا وعند الشربه اما بعدين انقرضت هذه تقريبا يعني قلت ما ضلش في حدا يستعملها. طبعا يستعملوا الشفات يستعملوا الازاز يستعملوا الاشياء الثانيه. طب كيف كنتوا تحصلوا على المياه البارده عم؟ نعم المياه البارده كيف كنتوا تحصلوا عليها؟ المياه البارده كان يعني بتذكر كان ثلاجات، اما الوقت اللي انت بتحكي عنه قبل يعني بالعشرينات والثلاثينات كانوا الفخار البريء مثلا يحطوا في محل وتلاقي العرق تبعه تلاقيه يبرد البريء ويعمل هيك ويشربه. بعد الثلاثينات حجي؟ نعم بعد الثلاثينات والشربات صار في ثلاجات. صار بعد ثلاجات انتشر الثلاجات صار في ثلاجات. نعم وبرضه بذات الوقت كان يتفاخر الواحد انه يكون عنده بري او عنده شربتين او كذا يكون حاططهم. نعم. ولا والله لا انا بديش من الثلاجة، انا جيب لي من البري او جيب لي من الشاب او جيب لي من الشربة. طب كان في مصنع للثلج عمي في المدينة؟ نعم مصنع للثلج. فيه كان مصنع الهباب محمود الهباب واخوته، محمود الهباب واحمد الحباب وابو سعيد بعرف اسمه الاولاني، اما ابنه بعرفه اسمه سعيد سعيد ابو سعيد، ثلاثه اخوه يعني. نعم هذول كان لهم وين مصر النصار اللي حكينا عنها اول طريق القدس، وانت رايح على القدس طالع من يافا رايح على القدس في كان شبه جسر بيطلع منه المي وبتبرق عنه الطريق. نعم هذه المية بتصب في بيارة الهباب.
اللي هو عنده مصنع الثلج. بيارة الهباب هذا عيدك الشمال كان عنده بيتين يعني منزلين كبار، واحد ساكن فيه الأخ هذا والثاني ساكن في الأخ والثالث، وكانوا عاملين مصنع الثلج بزوار هنا مصنع الثلج. كان مسؤول عنه نجيب حمودي، مسؤول عن البابور الثلج، وكان صاحبه ابني صاحب ابنه للمسؤول عن البابور الثلج صاحبي، وبرضه فايز ابن محمود الهباب كان صاحبي. عشان هيك بوصفه، اللي كانوا عاملينه هاي البيت مشان يكون استغلال للأرض، وهذا كانوا عاملين بركة بركة وفيها قوالب. نعم قوالب، وفي بابور، بابور يشتغل بابور مشان ايش يعطي ستيم تحت ال يبرد المية اللي موجود فيها القوالب الثلجية هذه. إلها معاد يسكروا البركة هذه بالمسكرة بأحكام بأحكام، والمية تحت وبعمل هذا، وإلها زي منشل يعني تنتشر كل هذا، وإلها مفكات يطلع اللوح الثلج خالص. طبعا هو مع التجربة ومع هذا عارفين الميعاد قديش، مثلا حطوا الساعة الفلانية بده يطلع الساعة الفلانية، فيتركوا يروح مثلا هذا نجيب حمودي كان عنده كمان مخمر للموز، يترك البابور ويروح لشغله ويشتغل، يرجع له الساعة 6 أو 7 يفتح البركة ويطلع التلج والسيارات تعبي ويروح لزباينهم ولعملائهم. هذا أشهر محل. أما بقيت إذا كان في محلات تلج بعرفش، أما هذا كان هو البابور اللي كان يزود البلد بالتلج للمسامك لكل الناس اللي بيحتاجوا تلج يعني قوالب تلجية. طب كان في موتور معناته على الاشتراك؟ موتور بابور كان سموه بابور، بعجل كبير هيك بوب 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 بيطلع هذا. نعم. طيب عمي في مخمر موز كان ولا أكثر؟ كي مخمر موز حضرتك تحدثت عن مخمر موز. مخمر موز كان أكثر، بس هذا بعرف هذا المخمر كان بأول شارع يافا الأمين، كان أشهرهم. هذا حمودي وإله شركاء كانوا يجيبوا الموز كليته من برا، وطبعا مش كل واحد بيقدر يختص بهالشغلة هذه، يعني بدها خبرة وبدها فلوس، لأنه بدك تيجي تدفع أنت لكل السيارات اللي جاية هذه فيها موز، بدك تدفع حقها مشان تأخذ الموز وتحطه في المخمر. نعم المخمر كانوا يحطوا فيه مادة كبريتية كبريتية أو كربونية، أي نعم، ويفلوا عليه لتاني يوم أو 4-5-6 ساعات 7 ساعات إله مدة يعني هذا، ويفتح بعدين عليه ويطلع الموز أول صفاره أو أول هذا، ويروح يوزعه على المحلات ولهم على المحلات يبقوا يستنوه. نعم يعرفوا انه بالمعاد فلاني بده يطلع اللي حطه هذا. نعم عمي محلات المشروبات الروحية كانت موجودة في المدينة؟ محلات لبيع المشروبات الروحية. نعم طبعا هذه بترخيص لانه مش مباحة كانت نعم. كتير كانت بترخيص. كان اشهرهم لوزيدس ايوناني. نعم وسبينس، سبينس محل سبينس يمكن لحد هلا في موجود بلبنان سبينس، اما هنا مش موجود برضه. هنا موجود نعم محل سبينس ومحل لوزيدس، هذول اشهرهم اللي كانوا يبيعوا المشروبات الروحيه. اما تقول لي العرق، ما العرق هذا كان زي ما تقول يبيعوا واحد مهرب، مش يعني مش مختص والله انا فاتح خمارة مشان أبيع عرق، بكون خمارة يعني مصرح له إنه يشربوا عنده بالكاس بالمفرق أو كذا لآخره، ويروح يشتري من المحلات الجملة. نعم لأنه هذا بترخيص، وبعدين مش الكل يعطوه رخص لأنه المسلمين ما كانوش يعطوه برخص. نعم طب يعني لو سبينس هذول بيبيعوا كانوا
مول يعني زي المول مول اليوم. نعم. طب الكازوز عمي كان في مصنع كازوز في الخارج المدينة؟ في مصنع كازوز كان بشارع الدبسية. لمين هذا المصنع عمي؟ والله اعتقد انه كانت ناس مساهمين فيه بس ناس الاسامي تبعون اللي كانوا يصنعوا. اما كازوز كان معروف، كازوز كانوا يسموه، كانوا يسموه من السيدر، من التفاح ومن ال وميه عاديه و... نعم. على فكره بس انا ما كنتش اشربه. تفاح ما كنتش اشربه الكازوز ولا حد هلا الكازوز. ليش؟ ما اعرف شيء فيه، لانه بعتبر انه هذا في اشياء مواد. نعم تفضل مواد يعني ارتفيشال، يعني مش صحيحه، مش عصير يعني مظبوط اللي بيقولوهم، مش عصير تفاح مظبوط اصلي او يعني مركب ببودره او كذا لاخره. طيب أستاذنا الكريم، ننتقل لموضوع آخر. بدنا نحكي عن المؤسسات المجتمع المدني الموجودة في يافا، البلديات، البلدية والمجالس واللجان والجمعيات والأندية الرياضية. نبلش في البلدية عم. نعم. كان موجود في بلدية في يافا. بلدية يافا. طبعا موجود. طبعا بلدية على شغل على مستوى عالي. وين كان موقع هذه البلدية عم؟ الموقع اللي أول شارع جمال، أول وأنت جاي من القدس. نعم. طريق كل القدس وأنت جاي بدك تخش على يافا. نعم. بتخش على ساحة فيها نوفرة تقريبا وعدة شوارع اتجاهات، فبدك تروح على اليمين شارع جمال باشا، بيكون نسب إحنا بشارع جمال باشا، بيكون شارع باشا أوله على اليمين كان في بناية العاصمة السعيد، البلدية من فوق وتحت قهوة ذكرناها إنه مقاهي الحلواني، مقهى الحلواني اللي ذكرنا عنه. نعم. هذه البلدية كانت موجودة فوق على طبقين أو ثلاث طوابق، أظن من البطون مبنية عمي. نعم. مبنية من البطون. مبنية من البطون. طيب يعني عدد غرفها كان كثير عمي ولا شوي؟ والله هي كانت ثلاث طوابق واسعة توسع، مثلا الرئيس البلدي بده يكون له غرفة، مساعدين وقاعة للجلوس، قاعة للناس، في محكمة كمان للبلدي. نعم. يعني في مثلا طابق خاص بمستر سكوت هذا كاتب المدينة، مراقب الحسابات، يعني هذا ثلاث طوابق كان فوق الحيواني. نعم. رئيس البلدية كان يوسف هيك. نعم. عمي شو كان دور البلدية؟ شو كانت يعني وظيفتها البلدية؟ بلدية الإشراف، معروف البلدية المرافق العامة كليتها بالبلد، بتكون مسؤول البلدية عنها، كل المرافق الصحية، المرافق بعض المرافق الاجتماعية. نعم. بعض مثلا الهيئات الخيرية انه تكون في بعضها انه تكون تحت اشراف البلديه. عمي كان في عندهم موظفين عمال نظافه؟ طبعا كان في نظافه وعمال نظافه للشوارع ونظافه لل نعم لا يشتغل مسؤولين التفتيش. نعم. طيب على المطاعم على يعني في رقابه صحيه؟ رقابه صحيه مشهوره معروفه يعني. نعم. شديده. طيب عمال نظافة ورقابة صحية. ورقابة صحية. طيب عمال النظافة شو كانوا يستخدموا عمي في التنظيف؟ كان في عندهم عربيات مثلا؟ بالنسبة للشوارع كان في بالآخر كان عندهم سيارات خاصة ترش السيارات وترش المي بالبلد للشوارع. نعم. وكانت بالآخر كان في سيارات لهم إلى فراشي تنظف الشوارع وتلف فيها بالشوارع الرئيسية، لأنه هذه بتقدرش تخش
الأزقة والشوارع الضيقة. طب عمي أيضا كانت مسؤولة عن المرور؟ مرور بلدية كانت في محلات مثلا زي ما قلنا، يعني البسكليتات أو المواقف اللي كانت البلدية تمنع الوقوف فيها وكذا الأخير، كانوا في عندهم مثلا مسؤولين عنها، الأرصفة مثلا واستعمالها، يعني في أرصفة كان ممنوع استعمال الأرصفة. نعم. البلدية كانت تشرف على الأشياء هذه كثير. طيب هي كانت أيضا موضوع شق الطرق وتعبيدها والأرصفة، فتح الطرق داخل البلدية. نعم. طبعا هذه في دائرة الأشغال، إذا كان في قضية تزفيت ما تزفيت، أما إذا كان أزقة وهذا ممكن يكون البلدية في البدائية إنها تفتح الشارع وتعمل، وتيجي الحكومة مثلا تحط له ميزانية وزارة الأشغال أو كذا لآخره. نعم. تعمل على حسب الأصول وحسب التزفيت وتصرف عليه. نعم. البلدية يعني كانت بالبدائية تعمل أشياء من النوع هذا. مد أعمدة مثلا كهربائية، مد أعمدة تلفونية، إشي لآخره. لكن بعدين يصير الحكومة أو دائرة البريد أو دائرة التلفون، الدوائر المختصة تصير هي مسؤولة، البلدية تسلمهم إياها. نعم. طيب عمي في كان جباء يجبوا هاي جباء كان في موجود طبعا. نعم. طيب وكان في لجنة مختصة ب نعم التراخيص. الجباء كانوا مشان الرخص الصحية. نعم. لأنه الرخص الصحية هذه كانت بإشراف البلدية. فهي تشرف على إعطاء الرخصة وتدفع، ويصير تفتيش من البلدية مسؤولة عن التفتيش كمان بالمراحل، يعني فتأخذ قيمة الرخصة البلدية، تأخذ هذه الرخص البلدية كلها. نعم. طبعا عمي كان رئيس المجلس البلدي والأعضاء أعضاء مجلس البلدي كانوا بالانتخاب ولا كانوا بالتعيين؟ والله كانت بالانتخاب، لكن مع الأسف بالآخر صارت تعيين، يعني لجنة بلدية يافا صارت معينة تعيين من الحكومة، يوسف هيك اللي تعيين من الحكومة. مين كان بس رئيس؟ عاصم السعيد اللي قبله. نعم. هذا كان بالانتخاب والدجاني عاصم السعيد كان أكثر الأحيان هو رئيس البلدية، بس تقول تزوير مش تزوير، أو اللي بصير الأيام هذه الموجودة كانت موجود انه اللي بدهم اياه بده يطلع بيطلع. طيب مين يعني بتتذكر اسماء رؤساء بلديات يافا؟ بتذكر على وعي، يعني عاصم السعيد اكثر الاحيان كليته كان، بعدين بعده الدكتور يوسف هيك. طب كان في حدا من دار البيطار؟ عمر البيطار مزبوط، وعبد الرؤوف البيطار مزبوط صح، اثنين صاروا رؤساء بلديات، يعني تناوبوا على مظبوط. عمر البطار صح كان رئيس بلدية مدة طويلة كمان. يتناوب بين عاصم السعيد، بين عمر البطار، بين عبد الرؤوف البطار، وآخر المدة يوسف. نعم. طب عمي لما كان يكون في انتخاب للرئيس ولا انتخاب للرئيس والأعضاء؟ في بعض في كثير من الأحيان كان يجي الرئيس يعلن فلان انتخبوا مثلا عمر البطار ورفاقه، يحط هالإعلانات أشوفها على الشوارع وعلى ال نعم ورفاقه، انتخبوا عاصم السعيد ورفاقه إلى آخره. طيب عمي بتتذكر مين كانوا يعني أعضاء في البلدية؟ أعضاء في البلدية كان حسين شهاب الدين ومسعود الدرهلي. نعم. مسعود الدرهلي وكان واحد يهودي اسمه مزراحي عن السكنات اليهودية اللي كانت هذه موجودة. لا باقيين يعني
بظن كان في من دار الدجاني كمان واحد اسمه حسن الدجاني اعتقد هيك. اما الباقيين نسيت منهم اللي كانوا. دار الجبين كان منهم ابو الجبين؟ ابو الجبين اعتقد انه كان في من دار ابو الجبين واحد. طب عمي موازنة البلدية كانت من حكومة الانتداب ولا فقط من ال موازنة البلدية كانت من الضرائب اللي كانت تحط البلدية ومن الرسوم اللي كانت تجبيها تلمها البلدية وخاضع لها. مرات البلدية تقصر في شيء ممكن الحكومة انها تساعدها في شيء معين، مرات ما تساعدهاش تضل البلدية كل المرافق تبعها منتهي على الله وكانت طول الوقت على الله على أساس ما بدهم مش عايزين البلد نعم تكون في حالة حضارية توقف قدام التقدم الصهيوني واليهودي دائما. طب عم بتعتقد ليش عينوا تعيين يوسف الهيكل دكتور يوسف هيكل؟ نعم. ليش عينوا تعيين؟ ليش ما صارش انتخاب مثلا؟ والله كان في بعض كان في ظروف معينة حتى يصير في تعيين؟ كان في ظروف معينة لأنه في الآخر صارت في زي شبه اضطرابات وشبه أشياء تانية معينة، فكان هو حاكم صرع في نابلس أو في بلد تاني وجابوه حطوه على رئيس بلدية كحل وسط بين المختلفين. مين كان مختلفين على البلدية يا حجي؟ العائلات عاصم السعيد وعمر البطار وعبد الرؤوف وهادي لأنه في ناس كانوا مجلسي تقريبا مع المجلس مجلسيين وتانيين معارضة ضد المجلس وكانت هذه يعني عملت فجابوا حل وسط يعني. طيب عمي في جمعيات خيرية كانت في المدينة؟ نعم. جمعيات خيرية؟ في كان جمعيات خيرية. تفضل يا حاج. بس الحقيقة مش ذاكرها يعني كثير أنا الجمعيات الخيرية لأنه مش كثير كانت ظاهرة وواضحة طب في جمعيات مسيحية مثلا كان في المدينة حجي؟ كل الطوائف كان عندهم جمعياتهم وممتازة وبشكل مرتب ومنظم نعم وحضاري إلا مع الأسف إنه إحنا كان يعني زي الوضع اللي موجود الآن جمعيات خيرية يعني اسم على غير مسمى. ما بتتذكر أسماء هذه الجمعيات؟ والله ما كنت أهتم كثير فيهم أنا. طيب حضرتك تحدثت عن مجلس اسمه مجلس الحمضيات. مجلس الحمضيات كان في أول طريق العجمي. نعم. فوق المصور مزين هذا اللي قلناه من أول. تمام قهوة الصفدي بالجهة الثانية أول شارع طريق العجمي أول الطلعة. نعم. مجلس الحمضيات كان. مين كان يرأس؟ كان يسموه سيتروس بورد. جافا سيتروس بورد. نعم. نعم. مين كان يرأس هذا المجلس؟ والله كان في من أعضاء فيه اللي أذكرهم يعني واحد من دار زمرية لأنه هلأ بدي أذكر عائلات لأنه كان دائما الاسم العائلي هو اللي يعني ظاهر. نعم. واحد من دار زمرية وحلمي حنون هذا عارفه لأنه شخصيا حلمي حنون كان برضو عضو في سيتروس بورد في الحمضيات وكان في يهود لكن اليهود ما عرفش اسميهم يعني كان يضم من التجار اليهود الحمضيات وتجار يافا بعدين انفصل صار في انفصال بستة واربعين او سبعة واربعين. نعم. طيب البلدية ايضا كان فيها ممثل لليهود؟ نعم. البلدية كان في عضو من اليهود؟ هذا ذكرته مزراحي. مزراحي. المسيحيين ايضا ممثلين في البلديه؟ نعم. المسيحيين
ممثلين في البلدية. لازم يكون ممثلين، بس أنا الحقيقة نسيت الأعضاء، لأنه لما صارت لجنة صارت القضية تعيينات وبطل حدا يهتم في الموضوع، صار في أشياء أهم من الموضوع هذا يفكر فيه الواحد. نعم. طيب حجي، هذا مجلس الحمضيات شو كان دوره؟ مجلس الحمضيات كان يشرف على قضية التصدير واحتياجات البيارات بعض الأحيان، ومساعدة تجار البرتقال ومساعدتهم في والاتصالات الخارجية كانت تتم عن طريقه، يعني يوحد آراءهم للتجار البرتقال ويستشيروه. طيب عمي تفضل. يعني يشرف على شؤون تجار البرتقال وتصدير البرتقال. على كل الممكن انه احنا هلا هذا بالنسبه للسيتروس بورد او لما حكينا سالتني اعضاء يهود ما اعضاء يهود الانفصال، لانه الحقيقه البرتقال كانت شهرة يافا في البرتقال بالعشرينات والثلاثينات، آخر الثلاثينات، بالتسعة وثلاثين صار الحرب، وقف البرتقال وشحنه، لأن السفن كلها اتجهت إلى المجهود الحربي، زائد إنه البرتقال صار بده مدة طويلة حتى يوصل لحديد بريطانيا أو أوروبا. فاستعاضوا عنه في البرتقال اللي بيجيهم من إسبانيا، أأمن عليهم من الطرق تبعه، لأنه صار البحر المتوسط مهدد، السير السفن كما تعلم الحرب بدأت أول سبتمبر 39، البرتقال لسه كان أخضر على أمه، فكانت موسم البرتقال 38-39 بس وانتهى. 39 و40 41 42 43 44 45، ويمكن كان مخطط له هذه القضية حتى طمس تجار البرتقال وأصحاب البرتقالان انتهوا من الـ من الـ من الوضع، صار يمدوا إيدهم. الله أكبر. راح كل اقتصاد يافا، ويمكن كان مخطط له حتى تيجي تل أبيب تأخذ هذا ساق سليم معافى، ما فيش إشي ويتزيبه ولا عندهم إشي يقدر يعمله ولا يدافع عن نفسه، لأنه حتى أن البرتقال صار ينام على الأرض، يرتمل حب البرتقال على الأرض، ما فيش حدا يقول له وين كنت تشتري كيس الخيش أبو 100 كيلو، كيس خيش أبو حز أحمر، ما بعرفش إذا بتعرف عنه، هذا مليان ابشلي وما تلاقيش شلي، وما ما حدا يقول له وينك، يقول لك تعال بس خد برتقال وخلصني من البرتقال، بس لانه على الارض التوك، لانه اذا خلاه على امه بتموت الشجره، فبده يحتاج انه يصرف على البرتقال من جيبه الخاص. فالحقيقه هذه كانت ضربه فظيعه لاهل يافا، ويمكن اسهيل اثرت كثير، والناس بيقولوا القيادات، ولكن اثرت كثير في الحاله العامه والتجاريه والوضع الدفاعي. نعم. لانه هذا كان عمود الفقري بتاع البلد. جافا اورانجز بالعشرينات 29 30 مسيطر على العالم كله، جافا اورانجز، يافا برتقال، يافا العالم كله الشموطي. لما اجى الحرب هذا كله راح. طب شو كان يعني دور الناس عمي في هالموضوع، دور المجلس، المجلس الحمضية، دور المجلس اللي بها؟ عشان هيك قلت لك انه ساعدت، لكن ايش بده يساعد؟ لان الحكومة قالت لهم انا بخصنيش فيكم، هذا اشياء تجارية، انتوا روحوا ديروا بالكم على حالكم، ومخطط يعني الحكومة رفعت ايد على الموضوع. وقال اليهود انسحبوا من طبعا من مجلس الحمضيات. ما طبعا انسحبوا وراحوا. طيب شو سبب انسحابهم من مجلس الحمضيات حاج؟ هذا هو، ما هو مخطط له هذا كله، ما
لانه صار فيش على ايش يشرف. بيارات راحت كلياتها، اللي نشف نشف، واللي تمروا خلال 5-6 سنين على الارض وما فيش حدا يشتريه. وتاجر البرتقال صار بده يدور له على شغله، على اشي، على عمل يقدر يستفيد، حتى انه صار يتدين من البنوك على على يعني انا بعرف ناس كانوا دم على الحديده. طيب يعني التكافل الاجتماعي، التضامن الاجتماعي بين الناس، يعني ظهر او برز او الجمعيات الخيريه عم قامت بدور، او الفقراء مثلا ساعدوا الاغنياء؟ هو كل فئر يعني الضربه زي ما بتصيب بتصيبش واحد. نعم. لانه هلا هدول الجمعيات الخيريه منين كانوا يستمدوا؟ لان انا قلت لي جمعيات خيريه. نعم. قلت لك منين بدهم ياخذ الجمعيات؟ ما بده ياخذ من التجار البرتقال، لانه هم اللي كانوا اكثر ناس يعني متمتعين بال طيب. بالفلوس السائله. طيب بعد اذنك بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا حاجة.